عودة دوري أبطال أفريقيا من جديد بأحلام لكل الفرق المشاركة. الزمالك بيحلم بالسادسة، والأهلي بيحلم بالعاشرة، والوداد بيحلم باستعادة الأميرة السمراء مرة أخرى من سنة 2017 قدام الأهلي، ومواجهات نارية في كل المجموعات، ومواجهات وصدمات كبيرة جدا 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 السنة دي. هنتكلم النهاردة وحضرتك النهاردة على كل مباريات العرب. هنتكلم على زمالك مرديتش الجزائر، هنتكلم الأهلي والمرية، شباب بلوزداد ومازيمبي، ترجي وتونجيث السنغالي، وهنتكلم كمان على كل الفرق العربيه في البطوله ومبارياتها، وكمان توقعاتي للفائزين في اول جوله. بس الحلقه دي طالما وصلت لك انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه اول مره تشوفني، فعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، عشان نوصل 5000 مشترك قبل نهايه 2021. يلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في القصير. خلونا نبدا في البدايه بالمباراه الافتتاحيه اللي هتبقى ما بين الزمالك ومولوديه الجزائر. الزمالك ومولوديه الجزائر مباراه هتبقى من العيار الثقيل بسبب كذا حاجه. اولا الزمالك السنه داخل باحلام ان هو لازم يكسب البطوله دي بعد ضياع البطوله اللي فاتت، وحلم الافريقي ضاع السنه اللي فاتت قدام عينيه في اخر دقيقه المباراه. السنه داخل البطوله وحاطط هدف قدامه ان انا هكسب البطوله، يعني هكسب البطوله. والزمالك ماشي كويس جدا في الدوري المصري، بينافس على الصداره ومصدر الدوري بفارق 5 نقط، وبينافس على الدوري، وكمان الفريق واقف على رجليه، معاه مدرب كويس، معاه لعيبه كويسه، معاه عناصر ارضيه الملعب كويسه تقدر تشيله في دوري ابطال افريقيا السنه دي، واي مباراه يلعبها يقدر الزمالك يجاري الفريق اللي قصاده بسبب السكواد اللي معاه، وسكواد ديبث كويس جدا مع الفريق. الناحيه الثانيه مولوديه الجزائر، انا كمصطفى مش متابعه كل يوم او مش متابعه كل اسبوع، بس بحكم الحلقه دي حاولت ان انا ارتب الاوراق، حاولت ان انا ادرس فريق مولوديه الجزائر. ودراستي لفريق مولوديه الجزائر عنده شويه نقط ضعف وعنده شويه نقط قوه. نقط ضعف اللي عنده بتتمثل في الضغط العالي عليه، لو انت ضغطت عالي على مدير الجزائر تقدر تستخلص منه الكوره، لانه بيحاول يطلع بالكوره من تحت لفوق كتير، والعناصر اللي موجوده في ارضيه الملعب مش مساعده انه يعمل كده. والحاجه الثانيه نقطه الضعف الثانيه وهي الكرات الثابته على مدير الجزائر، ترفع كرات عرضيه سواء متحركه او ثابته هتقدر تسجل في مدير الجزائر، فدي نقطتين الضعف اللي انت ممكن تشتغل عليهم. نقطه القوه بقى عنده كذا نقطه قوه. اول نقطه قوه المهاجم بتاع مدير الجزائر، مهاجم كبير جدا، مهاجم هجام، مهاجم بيجيب جول من نص فرصه. الحاجه الثانيه عندهم صانع العاب اسمه عبد الرحمن بورديم. عبد الرحمن بورديم ممكن يلعب نمره 10 في 4 2 3 1 او نمره 8 ناحيه الشمال في 4 3 3. لاعب كويس جدا، لاعب كل ما لاقي مساحه تسديد في ارض الملعب بيسدد على طول من غير تردد، وجاب كذا جول مع الوداد مع مولوديه الجزائر بهذا الطريقه ان هو بيسدد برجليه الشمال بتروح على طول في المرمى، فلاعب خطير جدا. والزمالك لو مش عايز يسجل فيه اهداف ما يديش مساحه لعبد الرحمن بورديم للتسديد. واللاعب الثالث هو تقريبا من وجهه نظري اخطر لعيبه مولوديه الجزائر وهو بن ساحه. مولوديه الجزائر جايب بن ساحه اعاره من الترجي التونسي، بن ساحه الزمالك قبله السنه اللي فاتت في دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا برده سواء في مصر او بره، وده اللاعب اللي جاب في الزمالك ضربه الجزاء في الترجي في مباراه الترجي والزمالك هناك في تونس، ودي رجع الترجي في المباراه. هو بن ساحه ده لاعب خطير جدا، لاعب بيقدر يكسب ضربات الجزاء بسهوله، لاعب رجليه كويسه جدا على المرمى، لاعب بيسجل كويس جدا. برده مولوديه الجزائر عنده نقطه ضعف تانية. النقطة التانية ايه؟ ان الباك رايت بتاعه خشن، الباك رايت بتاعه ممكن تلبسه ضربة جزاء في اي لحظة. تعال بقى نروح نتكلم شوية عن نقط ضعف الزمالك ونقط قوة الزمالك. نقط قوة الزمالك بتتمثل في ثلاث حاجات. الحاجة الأولى وهي الونجات بتاعته، أحمد زي زيزو وأشرف بن شرقي، الاثنين دول كويسين جدا جدا جدا، بيهددوا أي فريق بيلعب قصاده، سواء أنت مين بقى اللي بتلعب قصاده هيهددوك، هيروحوا طول ما أنت فاتح الملعب قدامهم، أو الزمالك بيلعب بطريقة دفاعية بيلعب على هجمة مرتدة هيعرف يضربك ببن شرقي وزيزو. الحاجه الثانيه للزمالك هو وسط الملعب بتاعه، طارق حامد وفرجين سيسي، لو الاثنين بيلعبوا جنب بعض بيقدروا يوصلوا المهاجمين بتاعهم كويس جدا جدا جدا. وبرده لو بيلعبوا ثلاثه في نص الملعب، دي الحاجه الثالثه، لو بيلعب معاهم كمان امام عاشور في نص الملعب، امام عاشور رجليه تقيله جدا 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 على المرمى، لو اديته فرصه او مساحه للتسديد هيسدد وهيرشقها لك في المقص، فلازم تركز على الحته دي. نتفق على مفتاح لعب الزمالك. وكمان نقط ضعف الزمالك بتتمثل في الباكين، حازم امام ممكن تلعب من ظهره، الناحيه الثانيه عندك فتوح او عبد الله جمعه ممكن برضه تلعب من ظهره كويس جدا. الباكين بتاع الزمالك مش افضل حاجه، وكمان المساحه اللي ما بين نص الملعب وما بين دفاع الزمالك ده ممكن مدينه الجزائر تستغلها بكل سهوله. المباراة التانية معانا وهي مباراة شباب بلوزداد الجزائري ايضا ومازيمبي الكونغولي. انا في البدايه احب اعتذر لكل جماهير شباب بلوزداد وكل جماهير الجزائر اللي بتتفرج على الفيديو دول اني ما درست الشباب بلوزداد بتعمق شويه، او ما درستوش بمعنى صح. ليه؟ لان شباب بلوزداد ما لقيتلوش فيديوهات على الانترنت، ما لقيتش ماتشات لشباب بلوزداد على الانترنت، ما قدرتش انا ادرس شباب بلوزداد كويس.
دي حاجه. الحاجه الثانيه شباب بلوزداد اللي انا اعرفه ان هو بقاله كتير جدا 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 بعيد عن دوري ابطال افريقيا، بس بما انه السنه دي رجع تاني لدوري ابطال افريقيا وابتدى يوصل لدور المجموعات دوري ابطال افريقيا، لا شباب بلوزداد كويس، شباب بلوزداد ممكن يبان افضل السنه في دوري ابطال افريقيا. شباب بلوزداد موجود في الدوري الجزائري في المركز الخامس بفرق 7 بونت عن المتصدر وهو فوكس تيف، وليه ماتشين مؤجلين، يعني لو كسب الماتشين المؤجلين دول اللي هو مثلا لو 20 بونت وكسب الماتشين يبقى 26 بونت، وشباب وفوكس تيف لو وقع مثلا ممكن شباب بلوزداد ينافس على الدوري. شباب بلوزداد باين كده انه فريق مش سهل، ممكن يبقى بشكل صعوبه على المجموعه المميته اللي بيلعب فيها، بيلعب مجموعه فيها سان داونز، فيها مازيمبي، فيها الهلال السوداني، فمجموعه مش من السهل خالص، مجموعه هتعذب شباب بلوزداد السنه دي. بس انا حاسس ان شباب بلوزداد السنه دي ممكن يعمل حاجه او ممكن يعمل طفره، ان شباب بلوزداد بقاله كتير جدا 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 من يعني دوري ابطال افريقيا، ولما يعود لدوري ابطال افريقيا يوصل على طول لدور المجموعات. ده حاسس ان شباب بلوزداد ممكن يعمل شكل كويس السنه دي، مع ان الناحيه الثانيه بيقابل فريق في اول جوله فريق صعب جدا جدا جدا، شباب بيلاعب مازيمبي الكونغو وكمان بيلعبوا هناك في الكونغو، ففي الكونغو هناك الملعب مش افضل حاجه. بس انا من وجهه نظري اللي كان بيساعد مازيمبي في ملعبه هو الجمهور، وبما انك هتروح تلعب في الكونغو من غير جمهور فممكن شباب بلوزداد يطلع من هناك بنتيجه ايجابيه، وده اللي بنتمناه ان شاء الله. المباراه الثالثه وهي ترجي التونسي وتاون جيث الفريق السنغالي. تاون جيث اللي احنا عارفينه ان هو خرج الرجاء من دوري ابطال افريقيا، الرجاء اللي كان بيلعب السنه اللي فاتت السيمي فاينل دوري ابطال افريقيا، السنه دي خرج من دور ال 32 في مفاجاه غير متوقعه من فريق سنغالي، اول مره يوصل دوري ابطال افريقيا، وكمان فريق سنغالي بيقع في مجموعه ثقيله، مجموعه فيها الزمالك، فيها الترجي، فيها مونديك جزائر، مجموعه انا وجهه نظري تاون جيث هو الفريق اللي هيبقى حصاله المجموعه، زل الثلاثه الثانيين هيحاولوا ينافسوا اللي هم صعدوا المجموعه، فتاون جيث يبقى حصلت المجموعه. الناحيه الثانيه بقى الترجي اللي بيدعم صفوفه بكل قوه، جاب لك مهاجم افريقي ضخم جدا 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 وعملاق، رجع انيس البدري مره اخرى، جاب على ما اعتقد مدافع وسط ملعب، فالترجي السنه دي دعم صفوفه بدعيم قوي جدا جدا جدا. السنه دي الترجي ناوي على نيه غير متوقعه، الترجي داخل السنه دي عايز ينافس على البطوله، وده باين من صفقاته انه داخل، انا لا انا مش داخل انا اخرج من دور المجموعات او اخرج من دور الثمانيه او نصف النهائي، لا انا داخل عايز اوصل فاينل السنه دي، وده باين من الترجي. اي نعم لسه مش شفناش من البطوله، لسه مش شفناش الترجي في دوري ابطال افريقيا، ولكن الصفقات اللي شفناها من الترجي باين ان الترجي ناوي على النيه السنه دي ضخمه، وبما انه كمان بادئ اول مباراه ليه ضد تاون جيز الفريق اللي ممكن تكون الحلقه الاضعف في هذه المجموعه، فمهم جدا انه يكسب اول 3 بونت في المجموعه دي في المباراه دي، لان المباراه الثانيه هلاعب مولوديه الجزائر في هناك في الجزائر، فمهم جدا ان الترجي يكسب المباراه دي عشان لما يروح الجزائر يبقى مستريح شويه نوعا ما. المباراة الرابعة والمباراة ايضا هتبقى فيها صعوبة كبيرة جدا، وهي الهلال السوداني وصن داونز، ودي برضه مجموعة شباب بلوزداد ومازيمبي. الهلال السوداني السنة اللي فاتت خرج من دور المجموعات في دوري ابطال على حساب النادي الاهلي اللي خد البطولة وحمل اللقب. الهلال السوداني في دوري السوداني بينافس المريخ وبينهم من بعضهم بونت واحد، هو الهلال في المركز الثاني والمريخ في المركز الاول، داخل مباراة ضد سان داونز. سان داونز اللي الفريق بتاعه أو المدرب بتاعه اتاخد منه، ولكن عنده شوية عناصر في الفريق يقدروا يسندوه، سيرينو، زواني، باكاماني، فريق ممكن يشكل صعوبة على الهلال السوداني. زي ما انت برضه راح تلعب مازيمبي هناك في جنوب أفريقيا، بس أنا من وجهة نظري إن الفرق الأفريقية كانت بتدعم بالجمهور، أو الجمهور ممكن يشكل من قوة الفريق بنسبة مثلا 40-30%. فبما ان الجمهور مش هيبقى موجود ولا مع مازيمبي في الكونغو ولا مع سان داونز في جنوب افريقيا، وكمان مدرب سان داونز مش موجود ومعاه مدرب جديد لسه بيتحسس الفريق ولسه بيشوف الفريق ولسه بيجرب ولسه كل الكلام دون، فسان داونز شايفه ان هو ممكن ما يقدرش ينافس السنه دي على البطوله ولا يطلع من دور المجموعات، والهلال هيتعبه وشباب بلوزداد هيتعبه السنه دي. الهلال في اول مباراه ليه ضد سان داونز في جنوب افريقيا اتمنى انهم يطلعوا بنتيجه ايجابيه من السودان، لان المباراه الاخرى والمباريات اللي جايه صعبه جدا سواء عندك في السودان او عندك في الجزائر او في الكونغو، فانت داخل على مباراه صعبه جدا، فمهم ان البدايات تبداها كويس سواء تطلع بستة بونت او 3 بونت او حتى بونت واحد حتى من جنوب افريقيا، فيبقى مفيد ليك في المباريات القادمه. المباراه الخامسه معانا وهي مباراه الوداد وكايزر تشيفز الجنوب افريقي. ايضا كايزر تشيفز برضه بقاله كتير
كتير بقاله فتره كبيره بعيد عن دوري ابطال افريقيا وتقريبا بعيد برضه عن الكونفدراليه. فالسنه دي لقى تاني دوري ابطال افريقيا واول مره يوصل دوري ابطال افريقيا يقدر يطيح ببريميو دي جيستو او اول اغسطس الكونجولي من البطوله ويصعد على حسابه لدور المجموعات وبيقابل الوداد. الواحد يقول لي ما طب مازيمبي قصدي كايزر تشيفز ممكن يكون فريق ضعيف والوداد يقدر يستنزفه او الوداد يقدر يكسب عليه. لا يا معلم، كايزر تشيفز عنده عناصر في الفريق، عناصر تقيله، معظم الفريق تقريبا فريق دولي. اكتر فرق او اكتر لعيبه او العناصر اللي انا عارفها من وجهه نظر او ده شايفها خطيره جدا هم خامه بليات الزيمبابوي وكاسترو المهاجم بتاع كايزر تشيفز. الاثنين دول لعيبه هيتعبوا الوداد، هيتعبوا اي حد في المجموعه دي. فانا من وجهه نظري ان دول اخطر لعيبه من كايزر تشيفز. الناحيه الثانيه الوداد كمان خرج منه اسماعيل الحداد، فكده في قوه اتخذت من الوداد. اي نعم الوداد دعم بكذا لاعب في الصيف، بس لسه ما شفتش الوداد، لسه ما شفناش الوداد في 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 في, في دوري ابطال افريقيا. الفريق اللي احنا شفناه السنه اللي فاتت في دوري ابطال افريقيا في سيمي فاينل دوري ابطال افريقيا ضد الاهلي سواء في المغرب او في مصر، لو الوداد بيلعب بنفس المستوى ده السنه دي فانا احب اقول لك ان الوداد مش هيقدر يصعد من المجموعات من اصله ولا يقدر يكسب كايزر تشيفز، لان كايزر تشيفز المره الاولى هتبقى في المغرب. مباراة الوداد الأولى هتبقى في المغرب ضد كايزر تشيفز، ممكن الوداد يقدر يخرج بنتيجة إيجابية يقدر يكسب كايزر تشيفز، ولكن الخوف إن كايزر تشيفز يطلع بنتيجة إيجابية من المغرب ويقدر يكسب كمان الوداد. فأنا بتمنى المباراة دي الوداد أو مدرب الوداد يدرس كويس جدا كايزر تشيفز، يقلب على نقط ضعف كايزر تشيفز، يقفل على نقط قوة كايزر تشيفز عشان يقدر يكسب كايزر تشيفز في المباراة الأولى ليه ويبقى البداية بتاعته كويسة في البطولة، وإلا إذا تكون البطولة السنة دي أو صعود المجموعات يبقى صعب على الوداد. المباراة الأخيرة معانا في الحلقة وهي مباراة الأهلي والمريخ السوداني. المريخ السوداني بيواجه بطل أفريقيا والفريق اللي بينافس على ميدالية في كأس العالم للأندية في الوقت الحالي. المريخ متصدر الدوري بتاعه، الدوري السوداني بفريق بونت على الهلال السوداني، وكمان الاهلي الناحيه الثانيه بينافس على الدوري المصري، عنده شويه مباريات مؤجله. الزمالك انا متصدر فرق عنه، بس اذا الاهلي عنده شويه مباريات مؤجله ممكن يكسب المباريات المؤجله دي يقدر يرجع تاني في المنافسه على الدوري. مباراه هتبقى صعبه على المريخ. المريخ انا برضو مش الفرق اللي انا لسه شفتش، معظم الفرق ما شفتهاش. المريخ من الفرق بما انه متصدر الدوري ورجع تاني دوري ابطال افريقيا وقدر يوصل دور المجموعات وكمان بيواجه الاهلي اول مباراه، ممكن تحس ان هو عايز يعمل مفاجاه، عايز افاجئ الاهلي. من الاهلي اول مباراه يلعبها هنا في مصر، فممكن يلعب ان هو انا افاجئ الاهلي اطلع بنتيجه ايجابيه من مصر في اول مباراه، ده يفيدني في مشواري في البطوله. الاهلي الناحيه الثانيه الاهلي بشخصيه الاهلي، الاهلي فريق بيلعب كاس عالم للانديه، انا هيرجع مرهق، هيرجع على طول على مباراه المريخ في رهاق نوعا ما شويه، الفريق ممكن ما يبقاش في افضل حاله سواء بدنيا او ذهنيا. فبتمنى ان التوفيق للفريقين بمعنى صح، سواء المريخ الفريق العربي السوداني الشقيق او النادي الاهلي الفريق المصري اللي من وطني. فبصراحه المباراه تبقى، انا مش شايف المباراه تبقى صعبه على مين، سواء الاهلي او المريخ. الاهلي انا عارف مستوى الاهلي، عارف الاهلي بيلعب ازاي، عارف طريقه لعب الاهلي، عارف نقط قوه الاهلي، عارف نقط ضعف الاهلي، ولكن المريخ السوداني انا ما اعرفش حاجه عنه، ولا اخطر لعيبه ولا الفريق ايه قوته ايه ضعفه ايه المدرب اللي معاه، مش متحسس فريق المريخ. فانا بتمنى لو حد سوداني بيفرج على المباراه دي من جماهير المريخ يقدر يفيدني في الكومنتس يقول المريخ، هل المريخ من الفريق الصعب ممكن يشكل صعوبه على الاهلي، ولا الفريق في تخبطات حاليا والدوري السوداني هو الدوري الضعيف. فانا من وجهه نظر المباراه هتبقى صعبه على الطرفين، الاهلي هيلاعب فريق مجهول نوعا ما بالنسبه له، وناحيه ثانيه المريخ بيلاعب بطل افريقيا، فالمباراه من وجهه نظري هتبقى صعبه جدا 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 على المريخ. ونيجي بقى للفقره اللي انا من وجهه نظري بصراحه انا بحبها، وهي فقره التوقعات. اول مباراه وهي مباراه الزمالك ومولوديتش جزائر هنا في القاهره، اتوقع الزمالك يفوز على مولوديتش جزائر. المباراه الثانيه وهي مباراه شباب بلوزداد الجزائري ومازيمبي الكونغولي، اتوقع ان شباب بلوزداد هيفجر مفاجاه وهيقدر يخرج بنتيجه ايجابيه من مازيمبي في الكونغو، وانا اتوقعها تعادل بين الفريقين. المباراه الثالثه وهي مباراه الترجي وتاون جيث الفريق السنغالي، اتوقع الترجي هيقدر يكسب تاون جيث بالراحه وعلى مهله. المباراة الرابعة مباراة الهلال السوداني وسان داونز الجنوب افريقي، اتوقع المباراة دي ايضا تخلص بالتعادل. المباراة الخامسة وهي مباراة الوداد وكايزر تشيفز، وانا من وجهة نظري للاسف الوداد المغربي هيخسر في اول مباراة دي في دوري ابطال افريقيا في دور المجموعات، كايزر تشيفز هيقدر يحقق الفوز في الوداد في المغرب.
المباراة الأخيرة مباراة الأهلي والمريخ السوداني، متوقعة فوز النادي الأهلي على المريخ وافتتاح البطولة لحامل اللقب، افتتاح كويس وافتتاح سيء للمريخ السوداني. بس في الأول والآخر تكرر أنا في مباريات العرب في الجولة الأولى لدوري أبطال أفريقيا. قول لي أنت رأيك في الكومنتس، قول لي كمان توقعاتك لمباريات العرب الست مباريات بطولة العرب، قول لي توقعاتك مين يكسب مين يخسر مين يتعادل في الكومنتس. ولو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل لايك، ولو أول مرة تشوفني انزل اعمل سبسكرايب في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، عشان يوصل 5000 مشترك قبل نهاية 2021. وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام في الديسكربشن تحت، واعمل اشتراك على فيسبوك وتويتر وكمل معاك مصطفى. اشوفك الحلقة الجاية، سلام.